نكتب الوعد ديالو. انا غنقول لك وسالني وعدناها، انا كنت باقا تما، هي تلاو قلت لها اننا نمشيو انا وياك اي ورقات يجي ما حدني انا هنا زعما ونزورو القبر ولا ونهبطو انا وياك. هي اول حاجه باش جاوباتني قالت لي لا الا مشيت غنبغي نجلس 3 شهور ويوميا نمشي نزور قبر بنتي. ها الولد بدا كيحس بالثقل ان المقبره كتبعد راسها اللي هما ساكنين فيها تقريبا قد من قنيطره للرباط. الواعد كان دورو فوق احسن من ساعه اللي ولدت المراه وراقها. قول لك امي بري عليا نتنفس ردو خايب كيسمع اوديوات ماشي راجل انت ما صدقتيش فار انت هادي انت هادي انت قال لك وامني انا في هاد العيوب كلها ليش.